في عقل عند الناس؟ هذا اللي عم بيقول أنا جوعان، أنا عم موت بالسرطان، عميل، والعميل الإسرائيلي عم يطلع بريء من المحاكم ممن نحن ندعمه، ممن نحن ندعمه. كيف فهموني؟ اليوم عم بسمع من شوفير، شوفير بقول يلا فلوا من هالبلد، مش عاجبكن ما عم تاخذوا حقوقكم فلوا من هالبلد. يا حبيبي تركتولنا شيء لنفل من هالبلد؟ تركتولنا مصاري لنفل؟ خليتوا دولة بالعالم تستقبلنا؟ خصوصا الشيعة، آسف لهذا التعبير الصريح، خصوصا الشيعي، في شي دولة عربية بتستقبله؟ في شي دولة أجنبية بتستقبله؟ ويا ويله إذا كان له تاريخ مع هالجهة أو مع هالجهة. شيعي مغضوب عليه؟ طيب ما تركتولنا مطرح، إحنا بدنا نهاجر ليش؟ مين اللي قالك إنه إحنا مبسوطين فيكن وبسرطانكن؟ لو قادرين نهاجر كنا هاجرنا وتركنا لكم السرطان، موتوا الله ليردكن، وتركنا لكم الهوى الملوث، موتوا الله ليردكن. ألا لعنة الله عليكم وعلى من أتى بالسرطان وعلى من أتى بكل هذه الديون على البلد وعلى من أغرقكم بالظلم، بالظلمة والعتمة، وعلى من تهتفون باسمهم. ممدوع تقول أخ إذا كنت موجوع؟ دغري بتصير عميل؟ شو هالمنطق هذا؟ شو هالمنطق؟